ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هتكلم على التوقعات العالميه لخلال شهر مايو في عام 2021. سبق واتكلمنا ووضحنا في التوقعات العالميه اللي قبل، ووضحنا ان في اختيالات، ووضحنا ان في حرائق، في عندنا كوارث طبيعيه او انقلاب الطبيعه، ووضحنا كمان ان في تغيرات جويه هتاثر كتير على الطبيعه، ووضحنا كمان ان هيكون في مشكله ليها علاقه بحركه الانتقالات او التواصل يعني طائرات او ايا كان. وضحنا ده وفعلا بالفعل حصل حاجات من اللي انا اتكلمت عنها. وقبل كده لو تفتكروا ان انا قلت لكم في حاجه مهمه جدا جدا وليها مده معينه ان هي هتكون موجوده، او احنا تحت خوف او تاثير الخوف من الموضوع ده اللي هو بجانب المحيط الهادي اللي عندنا، المحيط الهندي، الجنب ده تماما. فاكرين الحلم اللي انا كنت قلت لكم؟ الناس اللي متابعاني بقى هي اللي عارفه الموضوع ده. قلت لكم انا حلمت حلم كارثه كبيره جدا جدا هتحصل في محيط بجانب الهند او بجانب الصين. قلت لكم ده احنا عرضه كبيره جدا جدا. ليه ان ده يحصل؟ عرضه كبيره ان في حاجه تعتبر كارثه هتحصل. الكارثة دي بتأثر كتير علينا، أو هتأثر كتير علينا إحنا كدول عربية، ويمكن يكون تأثيرها أخف من العنف اللي ممكن يحصل. ووضحت لكم قبل برضو إن في مشكلة كبيرة جدا هتحصل في الهند. لو تفتكروا إن أنا قلت لكم التوقعات ده الشهر اللي فات، إن في مشكلة كبيرة هتحدث من خلال الهند أو نابعة من الهند. بالفعل الهند متأثرة جدا جدا من كورونا، فبالفعل ده موجود. ولكن دي مش الكارثه الاولانيه، او مش هي دي الكارثه او المخاوف اللي انا كنت اقصدها كمان بالشكل الاقوى، لان في فعلا مخاوف قويه جدا جدا هتاثر على العالم او المحيطين بيها. فدي نقطه صعبه قوي، واتمنى من الله ان هي ما تحصلش، بس نسبتها موجوده جدا جدا في خلال شهر مايو. المخاوف بتاعتها موجوده. بالنسبة لي النقطة الثانية اللي أنا عايز أتكلم عليها، إن إحنا عندنا حركة في الأسعار وانتقال الأسعار وتغيير سعر العملات. ففي ده جدا جدا، ده بيكون عند بعض الأشخاص مهم قوي وإيجابي، وبعض الأشخاص الثانية لا، ده صعب. مصائب قوم عند قوم فوائده، ففي من ده جدا. في عندنا دول قوية بتنتصر بتقدمها، يعني نقطة الأسعار أنا اتكلمت فيها فمش هركز فيها قوي، يعني لأنها عادية وإحنا معرضين لده جدا. تغيرات في أسعار الذهب، تغيرات في أسعار الفضة، فعندنا في تغيرات بشكل قوي جدا جدا في الأسعار، حتى كمان السلع الغذائية. فكرة الأسعار كلها بشكل كامل فيها تغيرات كبيرة جدا جدا، حتى كمان تغيير العملات أو تغيير سعرها ده كمان بيأثر على الأسعار اللي إحنا بنعيشها يعني. ففي ده جدا. لكن النقطة برضو اللي أنا عايزة أتكلم عليها، إن في دول هتكون بتقدم بقوة، بتزدهر بشكل قوي، قوة فظيعة لبعض الدول اللي هتساعد دول قوية. يعني دولة قوية بقوتها، بسمعتها، بجدعنتهم. في دول هتكون معروفة بده، هتبدأ ان هي تساعد دول قوية قوي، وهتساعد بمساعدات قوية واتفاقيات قوية. وبيبدأ، فاكرين في التوقعات السنوية وقلت لكم ان من شهر مايو ان احنا عندنا دولة قوية عربية هتساعد وهتكون دولة عظيمة جدا. هي دولة عظيمة، بس بالفعل هتكون دولة بتعلى اسمها بشكل قوي، واسمها بيتقال على لسان كتير، وهيبدأ كتير يفتخر بيها. بالفعل احنا بدأنا في ان احنا الموازين بتبدأ تتعدل بشكل قوي في النقطة دي. في صعوبات هيدخل فيها بعض الدول، هتبدأ دول عربية هي اللي هتساعد. ففي ده جدا جدا. النقطة برضو اللي أنا عايزة أتكلم عليها موجودة من توقعات شهر مايو. شهر مايو على فكرة، على قد ما هو شهر فيه صعوبات أو فيه تعب، على قد ما فيه إيجابيات لبعض الأشخاص أو بعض الدول اللي هيكون أو إيجابيات من الأحداث العالمية. يعني في شيء هيكون صعب بيعاني، بس ده هيبرز أجمل ما في الشعوب، أو هيخلي شعوب تبدأ إنها تقوم تقول الحق، هتبدأ تقول ده جدا. في نقطة مهمة قوي قوي هتحصل ليها علاقة بأن الشعب بيبدأ يقول الحقيقة، بيبدأ يبقى مش راضي عن حاجة معينة، وده برضو بأشخاص مستوطنة أماكن مش بتاعتها. في ده جدا. في برضو حاجة تانية مهمة قوي قوي هتكون موجودة، إن عندنا في حاجة ليها علاقة بالزلازل أو ليها علاقة بتغيرات جوية، ده بيخلي إن يكون في حرائق
في كمان حاجة زي ما قلت لكم ان في كوارث طبيعية بتحدث بس بتدخلات من البشر او من حاجة من صنع البشر، ده موجودة جدا جدا، ولكن هيكون في حدث بينكشف او موضوع بنكتشفه، بنكتشف مين السبب فيه، وهيكون في مؤسسات او منظمات بتتحاسب على الوضع ده. والنقطة دي مش في خلال شهر مايو بس، ده خلال شهر مايو ونص يونيو. كلام على فكرة جامد جدا، وفي حاجات تانية بتبقى موجودة ولكن ممكن اللي هو لا ما نقولهاش افضل يعني. ففي ده جدا 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 يا كل الناس اللي بيسمعوني، فعندنا احنا كدول عربية، واتمنى يعني اللي بيسمعوني من الدول العربية نكون بمأمن اكتر وندعي ربنا اكتر، لان فعلا في حاجة قوية اتمنى فعلا ان هي ما تحصلش، ولكن في مخاوف منها كبيرة. وزي ما قلت لكم انا من النوع لما اجي اشوف حاجه في التوقعات، بقى للناس بقى اللي متابعاني قوي يعني، لما اجي اشوف التوقعات وكمان ان انا احلم بيها، ما انا برج الميزان وعندي روحانياتي عاليه قوي، فلا ده بالنسبه لي اللي يثير الخوف جوايا جدا جدا. فكون الحاجه اللي انا قلقانه منها قوي، غير ان في كوارث طبيعيه او ان في تغيرات في الاسعار، وكمان موضوع الخاص بالمطارات والسفر في بعض الدول هيكون واقف، فهيكون واقف وهيكون في شيء صعب او في حاجه حدث مش لطيف هيحصل، فهيخلي في حركه تقف في الطائرات في المكان ده او الاماكن المخصصه اللي حوالين المنطقه دي. فده موجود جدا جدا، ده على فكره اكتر الحاجات الكوارث المشاكل الضغوط دي اللي هيكون بيعاني منها هو الجانب اللي مش عربي. بالنسبه دي نقطه مهمه جدا. اللي انا بقى بقول لكم عليه اللي انا خايفه منه قوي هو الحاجه اللي هتخص الهند اكتر، اللي هتخص الجانب اللي هو ده يعني، الجنب ده هو بالنسبه لي فيه الصعوبه كلها، الجنب اللي هو من الصين للهند وما بينهما، فعندنا ده قلق شويه. عامه انا بتمنى كتير ان انا اكون فدتكم، وبتمنى كتير ان انتوا تبقوا بتدعوا ان الامور اللي فيها مخاوف ما تحصل لناش، وان ربنا يزيح عنا يعني مش ناقصه. بموضوع برضو مهم جدا اللي هيكتشف ده، هيكتشف من خلال مؤسسه او حاجه مهمه، ده هيحل امور كتير يعني، هيحل امور كتيره جدا جدا، هيخلي في حاجه تكتشف، هيخلي ان في حاجه تتعرف، في حاجه هتتعلن، سر بيتم افشائه من الاخر، بيبدا يتصلح عليه او بيبقى بينطلق عليه حاجات كتيره مهمه للتصليح وللايجابيات. فعلى قد ما هو شهر فيه صعوبات او كوارث، على قد ما هو فيه حاجات ايجابيه هتكون موجوده عالميا، وتاثيرها على الشعب او الشعوب قد ايه قويه. وحاجه تانية مهمه جدا جدا هي اعلان عن شيء غير مألوف بالمره. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هيكون في حاجة بتتعلن او حاجة احنا مش متعودين ان احنا نسمعها، حاجة غير مألوفة على تعاملاتنا على افعالنا، في كمان دول مش مألوف فيها الموضوع ده او مش معروف فيها الموضوع، حاجة جديدة وحاجة مش لذيذة هتبدأ انها تتهاجم بشكل قوي، وهتبدأ يحصل فيها متضاربات وانتقادات قوية جدا جدا. اعلان شيء غير مألوف ايه هو؟ الله اعلم، ولكن في حاجة هيبدأ عليها انتقادات كتير، حاجة مش مألوفة علينا، حاجة هينصدم الكتير منها، ولكن هتبدأ انها تتهاجم بشكل قوي، ويبدأ الموضوع ان هو هينتهي في نفس ذات الشهر. ويمكن التوقعات دي كمان ممدودة مش خلال شهر مايو بالكامل، لا لحد كمان النص الثاني من يونيو، ده موجود جدا. عامة بشكركم جدا جدا، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. سلام.